مساكم الله بالخير والنور والسرور. احنا بدا ويكنا من بيبتدي من عقب هاي الحلقه ان شاء الله، واعتقد اليوم سوالفنا ويا المشاهدين راح تخلي ويكندهم حافل. ساره، اي الويكند اليوم حافل. مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير شباب. ويكندنا اليوم حافل، مواضيعنا اليوم وايد حلوه، واستراحه اليوم متحمسه حق 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 المواضيع والفقرات. فيها اشياء يعني جديده ونحتاج فيها ان احنا ان اسئلتنا يعني تجاب، بس يعني احنا ويكندنا مو طويل، ها، خصوصا اخر باكر ندوم احنا خصوصا اخر موضوع آخر موضوع هذه ضروري. يعني هو كل موضوعنا حلوة اليوم، بس آخر موضوع جدا مهم خصوصا حق الريايل. احنا مثل ما قلتي سارة، بالفعل يعني احنا نعطل من البرنامج باكر، لكن في الويكند نشتغل حق حلقات الأسبوع اللي عقبه. مساكم الله بالخير لولو، مساكم الله بالنور والسرور، مساكم الله بالنور والسرور أعزائي المشاهدين. بالفعل اليوم آخر حلقة في الأسبوع لنا، بس بكرة وبعد بكرة واللي عقبه احنا شغالين في الراست عشان نرصد لكم أهم المواضيع اللي تخصكم عشان نطرحها لكم يوم الأحد. في أوروبا يا جماعة، وظيفة محصل رسوم في مواقف سيارات ما أصبحت اليوم ما ينتجها هاي الاقتصاد. قليل جدا 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 إنه يخلون واحد يتوظف كمحصل رسوم. أصلا صاروا هاي الوظائف يخلون الماكينة والآلة تشتغل بدل الإنسان، لأن اقتصادهم قائم على اقتصاد المعرفة. وأي وظيفة ثانية، يعني حتى مثلا البناي غالبا يبون بداله روبوت، وحين استبدلوها بالطابعة على 3D. فأي وظيفة بشرية تحتاج إلى جهد بشري يستبدلونها بالآلة، خلوا الإنسان يركز أكثر أكثر حق إنه هو ينتج بناء على المعرفة. سموي العهد الله يحفظه في الملتقى الحكومي الأخير اللي صار تكلم عن أن اقتصاد البحرين في المستقبل راح يكون بناء على اقتصاد المعرفة، وإحنا نشوف هالشيء موجود في أوروبا وفي الدول هذه. والبحرين الحمد لله وصلت يعني المتعلمين والعلم فيها والمعرفة والناس الخبرات اللي موجودة فيها كافي إن إحنا نستطيع أن ننتقل إلى هذه المرحلة، مرحلة إنك تبيع خبرتك، تبيع معرفتك، وتشتغل بمخك أكثر ما تشتغل بيدك. صح. ويمكن إبراهيم إحنا عندنا نماذج وايد، يمكن غير الأمثلة اللي أنت ذكرتها، إحنا عندنا في البحرين اللي في قطاع الذهب والمجوهرات يمكن ما في وايد يعني بحرينيين يرسمون، لكن في اللي يمكن ينقشون. عندك أمين العباسي مثال، وصل للعالمية، وصلت الهوية إلى العالمية، لكن تشتغل بمخها باقتصادها المعرفي، يعني تصمم. نعم تصمم، وصارت تبيع عالميا، وكلها اشياء مستوحاه، يعني حتى الهويه اللي يمكن كنا نتكلم عليها الاسبوع اللي طاف توصل من خلال هذه الاشياء. اقتصاد المعرفه صحيح. وللامانه بعد حتى يعني مثلا في مجالنا، مجال الاعلام، ممكن يكون عندنا معدات، اجهزه، تقنيه حديثه، لكن يعني حسب الاقتصاد المعرفه المنافسه ما بتكون في الامكانيات. المنافسة بتكون مثلا في كتابة السيناريو، في كتابة يعني في الإعداد، مثلا في هندسة الإضاءة، في الإخراج، في المحتوى نفسه، يعني في اللي يخص المعرفة نفسها. صح، خصوصا ان بيئة البحرين اصلا مهيئة حق ريادة الأعمال وحق اي شخص فعلا عنده قدرة على التنافسية، وانه هو يدخل سوق العمل بقلب قوي ويكون هو صاحب عمل، يعني هو ارباب نفسه، مو غلط. المواطن اللي يسعى فعلا للتغيير ويبي يغير وضعه ويكون فعلا جاد ومنافس ممكن، ليش لا؟ وخصوصا ان نفس ما قلت لكم ان بيئة البحرين بيئة حاضنة، ويقدر فيها البحريني يوصل حتى الى اعلى المستويات على مستوى الاقليمي وعلى مستوى العالمي في مجالات مختلفة ممكن بعد يصير فيها. أعزائي المشاهدين، هذه حلقة جديدة من برنامج الراي، مواضيع جديدة من قلب الحدث، إن شاء الله تحوز على رضاكم. عناوين التواصل معنا راح تطلع لكم على الشاشة، لا تنسون تتابعونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتشاركونا الراي على الهاشتاج الرسمي للبرنامج برنامج الراي، وتأكدوا أن فريق العمل بيتابع كل اللي تقولونه وكل آرائكم وكل مشاركاتكم. والحين خلنا نستعرض معكم مواضيع برامجنا حق هذه الليلة. حياكم الله. في خبر جدا مفرح نشرته احد الصحف المحليه اليوم، صرح فيه وزير الاشغال العامه السابق في الكويت
الدكتور علي العمير، يقول فيه أن البحرين والسعودية تسيران لإنجاز مشروع سكة الحديد الخليجية لتدشينها في عام 2018، أما الكويت وعمان بيكون موعد التدشين عندهم في 2022. الدكتور العمير قال أن قمة المنامة اللي بتكون في شهر 12 شهر ديسمبر لزعماء دول الخليج العربية ستبحث مستجدات هذا المشروع الحيوي باعتباره شريان مهم يسهم في ربط الدول الخليجية وتسهيل حركة التنقل وزيادة التبادل التجاري. مثل هالخبر طبعا مشاهدينا يهم جميع شعوب دول الخليج، لأن مشروع القطار الخليجي الكل ينتظره وراح يسهل التنقل بين الخليجيين. وعشان نتأكد أكثر من صحة هالخبر معانا على الهاتف الدكتور علي العمير. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير وحياكم الله. دكتور أنا قريبك مشغول وعندك الحين حملة انتخابية ونتمنى لك التوفيق، لكن اليوم فرحنا وإحنا نقرأ هالخبر خاصة فيما يتعلق في البحرين والسعودية وأن المشروع قريب يعني يدشنونه في 2018. خبرنا دكتور عن دقة المعلومات اللي ذكرتها، مع العلم أن في مارس الماضي نشرت بعض الصحف الخليجية خبر عن تجميد مشروع سكك الحديد اللي كان من المفترض أنه يربط دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني احنا لما أدلينا بهذه المعلومات كان بناء على مؤتمر عقد في الرياض وحضرناه كدول خليجية وتناقشنا في مشروع السكك الحديدية الخليجي، ومعلوم بأن هذا المشروع هو مشروع رسمه قادة دول الخليج من أصحاب السمو والجلالة، ولذلك أصبح واجب التنفيذ لأن فيه رأي وأوامر نقول قيادية وأوامر أصحاب الجلالة والسمو. الحقيقة يعني عندما تناقشنا في هذا الموضوع في دولة بينت جدولها الزمني، في طبيعي أن كان في دول يعني الحمد لله يعني تمشي على الإنجاز اللي على الأقل تم الاتفاق عليه، وهو أن يكون هناك على الأقل عام 2018 على أواخره أن تكون جاهزة هذه الدول للربط الخليجي. ومنها أذكر يعني بما ناقشناه هذا من ذاكرة الآن أن المملكة وكذلك المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر متقدمة في هذا الجانب، وعمان أيضا سابقة حتى الكويت في هذا المجال، بمعنى الكويت طلبت فترة إلى 2022 إن شاء الله تعالى، مع أيضا عمان حتى يكون هناك نوع من على الأقل الاستجابة والتلبية لهذا الطلب. احنا نتمنى إن شاء الله تعالى يعني أن هذه الدول يا رب نشوف المشروع في أفضل صوره وأحسن يعني طرقه بالوقت اللي يعني نرى فيه أو نتطلع فيه لرؤية القطار الخليجي اللي يربط بين دول الخليج. وهذا إن شاء الله تعالى يعني بعض الدول حتى اللي مثلا متأخرة شوية أكيد الآن هي مثلنا احنا بالكويت ماخذين الأمر يعني بجدية وبدراسة لدى هيئة الشراكة عندنا بالكويت حتى يتم تنفيذ المشروع بالوقت على الأقل اللي نتوقع أنه يتم فيه إنجازه هو 2022. بالفعل دكتور نتمنى يعني مثل ما أكدت يعني إن شاء الله أن المشروع يعني يسير مثل ما هو مخطط له وأنه يكون بدايته من البحرين والسعودية. دكتور علي العمير شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الراي. تحذير انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي من دواء نيروفين، هو عبارة عن دواء مسكن للألم، انتشر أنه غير آمن ويسبب الوفاة وأن له أعراض جانبية خطيرة. التحذير انتشر مو بس في البحرين، انتشر على مستوى دول الخليج العربي بعد. ومع هالتحذيرات في مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول خبر سحب أستراليا لهالدواء من السوق. الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أكدوا اليوم في الجرايد أن دواء نيروفين مسجل عند الهيئة أنه هو دواء سليم وآمن وخالي من أي تحذيرات طبية، وأن التحذيرات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة من الجانب العلمي. علشان نتأكد ونستفسر أكثر عن هالموضوع معنا على الخط الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيسة التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. مساء الخير دكتورة. ألو مساء الخير دكتورة. يا هلا مساء النور.
دكتورة الحين يمكن أي سؤال يخطر على بال المشاهد، سؤال طبيعي، شلون الدواء آمن وسليم وتم سحبه من استراليا؟ أول شيء مساء الخير طبعا عليكم سنو. جميعا حبيت أوضح أن الدواء اللي تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي نقل بطريقة خاطئة جدا، نقل وكأن الدواء يسبب الموت الفجائي وكأن في مضاعفات، لكن حقيقة الأمر أن الموضوع كله يتعلق فقط بطريقة التقليف. بما معناه هو دواء آمن ومستخدم ويوجد في الاستخدام لسكن الآلام، لكن الشركة ماذا عملت؟ الشركة غلفته في شكل مغلف آخر، لون آخر، وكأنه دواء آخر، وقالت هذا يعالج الصداع. صح هو ممكن يكون يخفف ألم الصداع، لكن لما تغلفين نفس الدواء وتحطينه كأنه منتج آخر من أجل التكسب، فاللي رفع القضية في استراليا حماية المستهلك. نعم. اعتبرت قش تجاري وتضليل يمكن حق المستهلك وتضليل للمستهلك. وليس لأن الدواء فيه مشكلة في حد ذاته، الدواء آمن وسليم ويستخدم منذ مدة، ولكن لما تغلفينه وتبيعينه كأنه منتج آخر هنا يصبح كأنه غش تجاري فما قبلت في استراليا. دكتورة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وكل يوم نسمع عن دواء انه هو يسبب مشاكل، يوم نسمع عن ادويه مشهوره احنا يمكن نتعامل معها بشكل يومي ان هي غير امنه او تسبب يعني اعراض جانبيه خطيره، شلون اليوم نقدر نتاكد ان هذه اشاعه او هذه حقيقه؟ شوفي، لازم يكون المصدر هو المكان اللي يرخص للدواء في اي دوله، يعني في البحرين هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية هي الجهة الوحيدة اللي ترخص لدخول الدواء وتسجيل الدواء، ولا تسمح بدخول أي دواء إلى مملكة البحرين إلا بعد الكشف عليه وعلى ملفاته، وهذه يعني آلية قد تستغرق في بعض الأحيان حتى السنة قبل أن ندخل أي دواء جديد. إحنا يعني بين نارين، بين أننا نحب ندخل الأدوية الجديدة في البحرين، لكن في الوقت ذاته إحنا نريد أن نحافظ على سلامة المواطن، فبالتالي ندقق في الدواء كثيراً. فإذا وصل للناس أي شيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما كان صادر من الهيئة على الأقل في مملكة البحرين خلينا نقول، فلازم ما تصدق ولا تنشره، لأن شوفي كل دواء لو تفتحين المنشور ماله ما في دواء ماله مضاعفات، دواء يسبب دوخة، دواء يسبب جفاف، دواء يسبب ألم في البطن، هي الشركة ملزمة أن تكتب كل المضاعفات اللي هي شافتها أثناء التجارب على الدواء. في ناس تصيدهم المضاعفات هذه، ناس ما تصيدهم، أو خلينا نقول الأعراض الجانبية وليست مضاعفات. دكتورة شلون ممكن نتواصل معاكم أو أي مواطن ممكن يتواصل معاكم للتأكد من هذه الخبر؟ طبعا هو أكيد يقدر يتواصل مباشرة مع الهيئة، لكن أنا أنصح الجميع، عندنا موقع تواصل جدا مهم هو في الحكومة الإلكترونية، موقع تواصل هذه في الحكومة الإلكترونية على طول أول ما أي مواطن يرسل أي استفسار لأي جهة معينة يتم توصيله وإحنا نرد عليه في الحال، وإحنا طبعا على طول نراقب مواقع التواصل الاجتماعي، ومثل ما شفتوا مجرد وصلنا وعرفنا هالخبر ردينا عليه. صحيح، جهودكم مشكورة دكتورة، وشكرا لك على التوضيح. الدكتورة مريم الجلاهم الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية تنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا لك على التوضيح. نفتخر ونعتز دائما بعيالنا ونفرح لأي إنجاز يتحقق للبحرين، هذه مشاعرنا أول ما قرينا خبر فوز 8 طلاب بحرينيين بالمراكز الأولى في مختلف التخصصات في جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة في دولة الإمارات، واللي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. والخبر قال أن الطالبة فاطمة سمير الحايكي من مدرسة السنابس الإعدادية للبنات حصلت على المركز الأول في مجال البحوث الجغرافية، وذلك عن بحث بعنوان المنامة عاصمة الحب، واللي وصفته لجنة التحكيم بالمتميز والغني بالمعلومات. وفي مجال بحوث علماء الحديث حققت الطالبة نورة عبد الرحمن راشد بومجيد من مدرسة الإبداع الخاصة المركز الأول. أما في مجال كتابة القصة القصيرة حقق طلاب البحرين المراكز الأربع الأولى، فحصل الطالب إبراهيم أسامة عبيد من مدرسة الهداية الخليفية للبنين على المركز الأول. أما المركز الثاني فكان للطالبة مريم عبد الحكيم ناصر من مدرسة النور الثانوية للبنات، والمركز الثالث من نصيب الطالبة يارا علي خلف
من مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات، والمركز الرابع للطالبة رقية طالب حسن من مدرسة الإبداع الخاصة. وفي مجال كتابة المقال حصلت الطالبة عائشة محمد السندي من مدرسة خولة الثانوية المركز الأول، وحصلت الطالبة نور نجم يوسف سالمين من مدرسة العروبة الابتدائية على المركز الثالث. خلنا نشوف معاكم في تقرير. فخورين جدا بانجازاتكم يا عيالنا، فعلا شرفتونا ورفعتوا راسنا فوق. عشان نتعرف اكثر على هذا الانجاز معنا على الخط الاستاذه ناديه سيادي، رئيسه قسم الانشطه الثقافيه باداره الخدمات الطلابيه في وزاره التربيه والتعليم. مساء الخير استاذه ناديه، نحب نبارك لكم ونبارك للبحرين فوز عيالنا بهذه الجوائز، في جائزه لطيفه بنت محمد لابداعات الطفوله في دوله الامارات. خبرينا بشكل عام عن هذه المسابقه وعن مشاركه البحرين في هذه المسابقه. المسابقة طبعا فكرتها هي تكمن في كمسابقة أو جائزة تربوية تهدف الطلبة من 8 إلى 18 سنة من مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة. تم إطلاق هذه الجائزة تحديدا عام 98 دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت أو امتدت تشمل دول مجلس التعاون عام 2004-2005. طبعا هي الجائزة كجائزة تربوية تهدف، ومن مسماها جائزة لطيفة بنت محمد للطفولة، تهدف إلى رعاية المتميزين والمبدعين من طلبة المدارس، وتشجيع المؤسسات ذات العلاقة والمؤسسات المدرسية على رعاية هذه الفئة. المجالات الجائزة متنوعة ومختلفة، فيها مجال طبعا الإبداع الأدبي حسب ما ذكرت، في مجال القصة والمقال، دراسات والبحوث، في مجال الإعلام أو الإبداع الإعلامي اللي هو تحت أو محاور الكاريكاتير والتحقيق الصحفي. مشاركة مملكة البحرين لهذا العام طبعا كانت من أكثر يمكن المشاركات مقارنة بالدول الأخرى، ولله الحمد حصدت مملكة البحرين على 10 جوائز، بس يعني تصحيحا هو مو 10 جوائز، كان نصاب للفوز حصدها أبنائنا من الطلبة من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. يعني صراحة يعني شيء يشرف أنهم 10 جوائز مو 8 جوائز، وشكرا حق هذا التصحيح. أستاذة عندي سؤال مهم، وهو أنت قلتي أن هذه المسابقات تساعد على الإبداع، وإحنا شفنا أن عيالنا قادرين يحصلون 10 جوائز على مستوى الخليجي والعربي حتى. لو ينا قلنا شلون نقدر نحافظ على كمية هذه الإبداع عند الطلبة؟ طبعا هو إحنا لما نحافظ على أو نتكلم عن المحافظة على مجال أو الإبداع عند الطلبة، أنا أتصور أن هذه شراكة مجتمعية، يعني لا تقع على عاتق فقط وزارة التربية أو المدارس، بل لأولياء الأمور دور في تحفيز وتشجيع أبنائهم الطلبة على مثل هذه المشاركات. المؤسسات المجتمع المدني سواء أو مؤسسات أو الجهات الحكومية أيضا لها دور، فإحنا من خلال كإدارة أو كوزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة خدمات طلابية أو مركز مثلا رعاية الطلبة الموهوبين اللي أساسا يعني معني بهذه المهمة، نحاول قدر الإمكان أن إحنا نبرز إبداعات مثل هذه الطلبة، نقوم على تنمية أساليب الموهبة والإبداع لديهم من خلال إشراكهم في الفعاليات سواء كانت على مستوى مملكة البحرين أو حتى على المستوى الخارجي. شكرا للأستاذة نادية سيادي، رئيسة قسم الأنشطة الثقافية بإدارة الخدمات الطلابية وزارة التربية والتعليم. مجالسنا البلدية ومجلس أمانة العاصمة ناقشوا هالأسبوع العديد من القضايا اللي تهم أهالي المحافظات بحسب احتياجات كل محافظة، تنقلت من الأمور الخدمية إلى أمور الصحية، وأغلبها كان على شكل مقترحات.
نبتدي نعرض لكم أهم المقترحات اللي تم مناقشتها. لو نبتدي من مجلس أمانة العاصمة، أول شيء ناقش المجلس مقترح فرض رسوم قدرها 500 فلس للفرد في الفترة الواحدة، يعني في المرة الواحدة اللي يزور فيها المنتزة يرفعون عليه أو يدفع 500 فلس، ومبلغ 200 فلس هاي طبعا في عين عذاري، مبلغ 200 إلى 300 فلس في الفترة الواحدة اللي يقضيها في منتزة عين أم الشعوم، باستثناء الأطفال دون سن 8 سنوات، وبالطبع بعد باستثناء ذوي احتياجات الخاصة. طبعا هذه مجرد مقترح وللحين ما تم تنفيذه. كذلك أيضا في مجلس أمانة العاصمة قدمت رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام دكتورة مها آل شهاب عرض عن مشروع إطلاق حملة هاشتاج بعنوان عاصمتي الجميلة، تستهدف إلى يهدف هالهاشتاج إلى تثقيف الأهالي المقيمين بأهم القضايا البيئية والتركيز على معالجة السلوكيات الخاطئة. بصراحة هذه فكرة جدا ممتازة من أمانة العاصمة، لو أنها تستخدم الوسيلة الأكثر تداولا بين الناس حاليا لتوصيل المعلومة، خاصة فيما يتعلق في التوعية. مجلس بلدي المحرق ناقش عدة مقترحات، ومن بينها كان طبعا مقترح إنشاء 5 مراكز تأهيلية في المحرق، لأن في 130 طفل على قائمة انتظار لمراكز علاج التوحد. كذلك أيضا ناقش مجلس بلدي المحرق رفض الميزانية، أو رفض أعضاء المجلس الميزانية المخصصة للسنتين الماليتين 2017-2018 الميزانية الجاية. ليش رفضوا؟ بسبب خفض وزارة الأشغال البلديات والتخطيط العمراني عدد عود من المخصصات المالية في الميزانية. كذلك أيضا طالب الأعضاء في المجلس، بس قبل المطالبة تم يعني طلب الأعضاء موافقتهم الآلية المعتمدة من وزارة الأشغال بخصوص الميزانية بشأن أوجه الصرف والاعتمادات المالية المقررة في مشروع الميزانية لعامي 2015-2016، واللي تشير إلى أن مبلغ 10 ملايين دينار تم صرفها للسنة المالية الماضية، فيما خصصت 15 مليون دينار للسنة المالية الحالية كمصروفات للمشاريع. وعلق عضو المجلس قاضي المرباطي قال أن ما في مشاريع تم العمل عليها خلال السنتين، وأن إنفاق 25 مليون دينار لم يتم صرفه في محافظة المحرق، يعني عدد المشاريع 0 مقابل الميزانية اللي كانت مرصودة. كذلك أيضا أيد أعضاء مجلس بلد المحرق خصخصة المرافق الصحية في الحدائق والأسواق الشعبية في جميع أنحاء المملكة. طبعا إيه المقترح بعد تعمد مجموعة من الناس في التخريب، ويسمح المقترح بالاستثمار بأسلوب المزايدة العامة بحيث يتم إدارة المرافق الصحية من صوب الجهات الخاصة وتكون أسعارها رمزية، ويساهم المشروع في أنه يخلي الناس تحس بالمسؤولية عشان بعد يرفعون العبء اللي تتحمله البلدية في الصيانة الدورية. ننتقل إلى مجلس بلدي الشمالية. مجلس البلدي الشمالية في نقطة واحدة بس، واللي هي الموافقة على إضافة نشاط مستشفى تأهيلي لمركز كيان للإيواء بشرط تقديم الخدمات للمقيمين بالمركز فقط، وتم رفع المقترح لوزير الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني للبت فيه. هذه أهم النقاط اللي جاءت في جلسات مجالسنا البلدية وأمانة العاصمة. مشاهدينا ناخذ فاصل ونرجع نكمل. سرعة إنجاز المشاريع ما تقاس من يوم التنفيذ، ولا تقاس من أول يوم حطوا فيه طابوقة أو انزلوا فيه العمال حق الموقع، لا، سرعة الإنجاز تقاس من أول يوم تمسك فيه قلم وورقة وبديت تخطط حق المشروع وترسمه وتشاور فيه شركات ومستشارين وتطلع على تجارب عالمية وتخطط شلون توفر ميزانية. هذه للحين إحنا في مرحلة ما قبل، أما إذا دشت الصجية فهي مرحلة إذا المشروع بدأ يمر بعد يعني بالموافقات والدراسة داخل أروقة المؤسسات الحكومية. نسبة كبيرة من المشاريع وخاصة المشاريع اللي تتنفذ من خلال عدة مؤسسات، مشاريع المشتركة مؤسسات حكومية، تأخذ ما لا يقل
عن 38 شهر من يوم ما حطت المؤسسة قلم وورقة ويشتغلون إلى تسليم المشروع. في أحسن الأحوال 38 شهر عمل، يعني بين 4 إلى 5 سنوات تقريبا. ما أقصد مشاريع أنا بحجم مطارات أو استادات رياضية ولا حتى جسور، أتكلم عن مشاريع مثل كورنيشات، ساحل رملي، حديقة. إحنا سألنا المختصين وعطونا الخطوات العملية التالية لتنفيذ مشروع. طبعا في المتوسط 12 شهر يكون للمقترح وشهرين للمواصفات والرسومات. طبعا أكرر يا جماعة، شهرين عمل يعني بدون ويكند، يمكن توصل إلى 3 شهور إلا شيء. والمناقصات تأخذ وقت، أحيانا في مناقصات تخلص في 4 شهور ومناقصات تستمر الفترة، تستمر يمكن سنة. وطبعا هناك فترة للإنشاء معروفة، يعني غالبا تكون 18 شهر. في دول اليوم الصين صارت تضع خططها لكل 18 شهر، ما تضع خطط لمدة 5 سنين أو 4 سنين، لأن صارت هاي المدة 18 شهر ستاندرد عالمي. عموما الحديقة حتى في مشاريع الإسكان، فعلا المشاريع الإسكان من تنحط الطابوقة ليه تسليم المفتاح، الجماعة ملتزمين بالوقت. التأخير مو في مرحلة أثناء المشروع، التأخير غالبا يكون إما في مرحلة قبل أو بعد المشروع، وشهرين دائما يأخذ حق الصيانة. طبعا في جهات داخلة في صناعة القرار، هي يمكن تصل أحيانا تتراوح متوسط من 11 إلى 15 جهة حسب طبيعة كل مشروع، بمعدل يصل أحيانا يا جماعة إلى 35 نقلة من جهة إلى أخرى. طبعا بسام عنده تفاصيل أكثر مني أنا عن الدورة المستندية لكل مشروع. أكيد إبراهيم، التفاصيل راح نذكرها بالضبط، يعني المراحل التنفيذ وشنو يصير في مرحلة في كل مرحلة، كذلك أيضا ليش يأخذ وقت تنفيذ هذا المشروع. أول شيء ببتدي طبعا بآلية تنفيذ المشاريع اللي ذكرها إبراهيم، بندخل ونفصل فيها أكثر. المرحلة الأولى هي مرحلة طرح المشروع، مرحلة طرح المشروع، وخلال هالمرحلة شي يصير، يتم أول شيء دراسة الجدوى وتالي يطرح التمويل، وأيضا تأخذ موافقة المجلس البلدي، وهالمرحلة يأخذ لها تقريبا 12 شهر. أما في المرحلة الثانية واللي هي مرحلة التصميم، مرحلة التصميم يتم فيها خطوات أيضا مثل طرح الأفكار الإبداعية والمواصفات الإنشائية والرسوم التنفيذية، كذلك أيضا موافقات الوزارات الخدمية، وهالمرحلة يأخذ لها بس شهرين. طبعا المرحلتين الأولى والثانية يعني تدخل فيها أيضا جهات أخرى، يعني ممكن انها تطول اكثر في يعني في 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 مرحله كل واحده منهم. ننتقل حق المرحله الثالثه، المرحله الثالثه طرح المناقصات. طرح المناقصات طبعا تبتدي باعداد مستندات المناقصات، ومن ثم طرح المناقصات، ومن ثم تقييم العطاءات وصولا الى الترسيه واعداد العقود. هذه مرحله المناقصات وتاخذ لها تقريبا 4 شهور. المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الإنشاء، وهي أهم مرحلة، مرحلة الإنشاء يتم تنفيذ المشروع والمتابعة والإشراف، يأخذ لها 18 شهر. يعني لو بنحسب 18 شهر في المراحل الثلاث الأولى و18 شهر بس لمرحلة التنفيذ، نوصل حق المرحلة الخامسة واللي هي طبعا مرحلة التشغيل والصيانة. مرحلة التشغيل والصيانة يتم إدارة الموقع، ويتم كذلك من خلالها تنظيم الفعاليات والاستثمار والدعاية، وهالمرحلة بس يأخذ لها شهرين. يعني يصير مجموع للشهور في كل المراحل 38 شهر، يعني 3 سنوات و2 شهر ممكن يكون على كورنيش أو ساحل. وهذا التأخير بسبب أن المشروع مثل ما قال إبراهيم من شوي يمر ب 35 نقلة، ويمر على 15 جهة و 35 نقلة خلال الجهات، لأن فترة تنفيذ المشروع يعني إحنا بعد ما نبي اللوم البلديات، لأنهم ملتزمين في تنفيذ المشروع اللي هي الفترة 18 شهر. اللي قالوا لك 18 شهر فعلا 18 شهر، لكن المشكلة مثل ما قال من شوي إبراهيم، ما قبل مرحلة التنفيذ اللي تونا شرحناها، وما بعد مرحلة التنفيذ. لكن في متوسط أيضا لمدة التنفيذ، الحد الأقصى لمدة التنفيذ يوصل 38 شهر اللي تونا شرحناها من شوي، في حد أدنى كذلك تأخذ 21 شهر. لكن رغم طول المدة، إلا أن البلديات يعني أنجزت وسوت سواحل الكورنيشات. يعني الكورنيشات العامة مثلا مجموع مساحتها 622 و214 ألف متر مربع، أما السواحل العامة فمساحتها أو مجموع مساحتها 82
1.686 ألف متر مربع، يعني مجموع مساحات الكورنيشات والسواحل يوصل إلى 704,900 متر مربع. أما السواحل الخاصة توصل مساحتها 250 ألف متر مربع. شباب استعجلتوا وايد في السلايد، مو مشكلة. السواحل الخاصة مثل ما شفنا في الأرقام تساوي ربع مساحة الكورنيشات العامة، يعني جهاز البلدية نافس القطاع الخاص ووفر مساحة ترفيهية، وها اللي نبي احنا بعد نشكرهم عليه. لكن لو نبي نعرف كم نصيب الفرد من السواحل، آخر دراسة تقول حسب موقع تيكنس للمعدلات الحضرية، تقول المعايير أن نصيب الفرد من السواحل المفروض يكون 1.3 متر مربع للفرد، اللي هي نسبة طبعاً وصول الفرد للسواحل. والبحرين من 1.3 متر مربع ما حققت إلا 40%، يعني بقى 60%. لكن السؤال الأهم، هل قسنا رأي الناس قبل أن نسوي المشاريع؟ هل قسنا رأي الناس في الكورنيشات شنو يبون، كورنيش أو ساحل رملي؟ احنا سألنا نفس السؤال في تويتر، سألنا الناس شو تفضلون، كورنيش أو ساحل رملي؟ 76% من اللي اختاروا أو من اللي صوتوا اختاروا سواحل رملية، و 24% اختاروا الكورنيش. لكن بعد يعني التويتر نحس إنه ما يكفي، احنا بعد ردينا ورحنا سألنا الناس، وبنشوف بعد في التقرير الحين شنو رأي الناس وشنو يبون، كورنيش ولا ساحل رملي. نشوف نرجع نكمل. البحرين ما شاء الله الشواطئ فيها حلوة. الأول كنا نروح شواطئ بعيدة شوية نفس الزلاقة دلين، بس دلوقتي أحسن إن الشواطئ هنا فتح مراسي البحرين، شاطئ كويس. أفضل السواحل البحرية الرملية أفضل من السواحل العشبية عشان الأطفال ويلعبوا بالرمل. سواء مثلا البحر المالشي هني، مرسى البحرين في محرق، بلاد الجزائر، يعني الواحد حلو إنه ينوع. يعني أنا كشخص يعني أحب هاي كلها أجري هني زين حق الصحة، يعني أحسن من شوارع دخان ما دخان سوالف. والله أحبه لأن عشان العيال الصغار يلعبون في الرمل ويحركون شوي أياديهم كذي. يعني أنظف شاطئ هنا في البحرين، خاصة إنه جديد وفي خدمات كتيرة متوفرة، المية نظيفة والرمل والتواليتات موجودة نظيفة، وفي كمان لعب للأطفال، دي ميزة هنا عشان نلعب البنت وكده. المرافق اللي احب اشوفها في السواحل والله يعني الالعاب اللي حق اليهال يلعبون فيها مثل الدوارف والزحلاقه، وفي اشواء ما شاء الله حلوه هني، في ضراري داسوس اللي يبي يركب. اكثر اوقات احنا هني ساعات نشوف اماكن فيهم حصه وايد فيشققون ريل، مو يعني يذون الواحد. الالعاب اللي موجوده بالبحر كذا حق الاطفال، هو يعني احنا جايتنا للبحر هو وناسه للاطفال. طبعا يا جماعة احنا مو مصدومين للأمانة، يعني من الناس تفضل ساحل الرملي على الكورنيش، أكيد الناس يفضلون ساحل الرملي على الكورنيش. المؤشرات بعد اللي طلعت كلها يعني في تويتر وفي والناس اللي الكلام اللي قالوا الناس الحين يعني يبون سواحل رملية، يفضلون سواحل رملية. لكن هل الموضوع صادم بالنسبة للمسؤولين في البلديات المجالس البلدية؟ الموضوع يحتاج نقاش، والأسئلة تحتاج أجوبة، والإجابة والنقاش بتكون عند إبراهيم ولولوة مع ضيوفهم في الاستديو.
نرحب بالمهندس إبراهيم الجودر، مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. أبو عبد العزيز، مثل ما شفنا البلدية بذلت جهود كثيرة، وكان الكل يعتقد أن السواحل الخاصة أكثر من السواحل العامة، لكن اللي تبين أن السواحل في اللي أنشأتها جهاز البلدية أنشأ 3 أضعاف السواحل الخاصة، تقريبا 700,000 متر مربع، بينما القطاع الخاص أنشأ 250,000. لكن اللي صار أن أعتقد أن السواحل العامة الكورنيشات صارت أكثر من السواحل. أنا اللي بعرفه، أنتوا تسألون الناس شنو يبون؟ تسمح لي إذا أنا أقدر أجاوبك بكل صراحة على الموضوع. طبعاً إحنا تواصلنا مع المواطنين عن طريق المجالس البلدية، فإحنا نعتبرهم أعضاء المجلس البلدي والمنتخبين من المواطنين، هم ممثلين بالنسبة لنا لأصوات المواطنين. فإحنا في بداية المشروع نستلم من عندهم مقترحاتهم على المواقع المقترحة حق المشروع، ونبتدي في وضع الأفكار المبدئية اللي تنعرض عليهم مرة ثانية وتنعرض عليهم مرة ثالثة في الخرائط النهائية قبل التنفيذ. فكرة أن الناس يحبون الساحل الرملي أزيد من الكورنيش، طبعاً في أمور فنية ممكن نشرحها لكم. أن الساحل الرملي يعتمد على عمق المياه وحركة المياه بالنسبة لها. في بعض المناطق تكون المياه عميقة ما تصلح أن احنا نسوي فيها ساحل رملي، لأن بتكون فيها كمية رمال وفيها مثل ساحل القوس. خلينا نتكلم فيه، كان في عمق المياه موجودة فيه يمكن حوالي 10 إلى 12 متر تحت. ساحل القوس الله يحفظك لأنه يم الجسر. الجسر. بس ما في كورنيشات أخرى كانت ممكن تكون سواحل رملية بلا ما تكون كورنيش؟ شوف مثلا عندنا جسر سترة، كورنيش جسر سترة. كورنيش لأن المياه عميقة. طبعا. في عندنا أنشأنا ساحل الدور، ساحل رملي، ساحل عسكر، بالإضافة إلى ساحل البديع. الكثير من السواحل الرملية موجودة، يمكن نحتاج أن احنا نروج لها بصورة أكبر عشان الناس يعرفونها ويروحون لها. الأهالي المنطقة نفسها مثلا أهالي البديع يكونوا متواجدين في ساحل البديع وبكثرة في مواسم السباحة والأنشطة. الناس يحتاجون في المواقع دي أشياء بسيطة. إذا نشوف مثلا خلينا نتكلم عن ساحل مراسي. نعم. المكونات الموجودة في المشروع شيء بسيط يعني جداً بسيط، وهذه الناس اللي يحتاجونه، يحتاجون الرابط بين المواطن والبحر. صحيح. لأنه هو موروث تاريخي وشعبي لنا أنه هو يكون مرتبط بالبحر. شو المانع أن السواحل العامة تتوفر فيها هذه الخدمات البسيطة اللي تخلي الناس تكون متواجدة وتوصل حق البحر؟ طبعا ما في مانع. حاليا الحين خلال خلينا نقول 4 أو 6 سنوات الاخيره اتجهت وزاره شؤون البلديات الى فتح السواحل العامه، واذا نقدر نشوف الحين حاليا عندنا ساحل القوس اصبح مفتوح للمواطنين، ساحل حلت ابو ماهر، السواحل كلها اغلبها بدات تكون مفتوحه للمواطنين، وتوفير الخدمات اللي يحتاجونها الناس، الخدمات البسيطه دي اللي هي توفير كهرباء، جلسات، مظلات، كراسي، بعض الالعاب البسيطه اللي حق الاطفال يعني. هل في شراكه بينكم وبين القطاع الخاص عشان توفرون هذه الامور مثل الالعاب البسيطه، الاكشاك البسيطه؟ فتحنا خطوط تواصل مع القطاع الخاص في عدة مشاريع، طبعا كان نتاج أحد هذه المشاريع اللي هو ساحل عسكر. شركة ألبا تبرعت مشكورة للمشروع نفسه بتنفيذه، وحاليا في يعني في مراحل الأخيرة، بس باقي شغلات بسيطة وينفتح المشروع للعام يعني. الحين الله يحفظك، الحين فترة شتاء، يمكن الناس الحين ما ترغب في البحر، والناس الحين مركزة على البر وعلى التخييم، وبسبب أعمال التنقيب شوي المساحة في البر صغرت بالنسبة حق الناس. احنا نشوف ان في فتره فرصه الان ان في يعني على الاقل 6 شهور ممكن لو البلديه تخطط ان بعض الكورنيشات تتحول الى كورنيش زائد ساحل رملي. اولا، هو كم مده انشاء ساحل رملي؟ كم ياخذ المده الزمنيه؟ كم تقريبا الفتره الزمنيه لانشاء الساحل الرملي؟ تستغرق لها بين 6 شهور و9 أشهر. والكورنيش؟ الكورنيش في حوالي سنه كامله تاخذ لها. ففي هل في امكانيه مثلا لو البلديه وضعت خطه عاجله مثلا الان الاستدراك فترة الصيف ان الناس تقدر توصل الى البحر من خلال الكورنيشات اللي موجودة اللي فيها امكانية انها تتحول الى ساحل بحري؟ اوكي، شوف حاليا اللي موجودة السواحل او الكورنيشات مفتوحة للعامة والكل يروحها.
حاليا في شركه استشاريه فرنسيه بالتعاون مع التخطيط العمراني يدرسون جميع سواحل البحرين، ونتوقع خلال فتره قريبه يعني ست شهور او سنه تعطينا دراستها في الاماكن المسموح فيها او بالامكان ان احنا ننشا فيها سواحل رمليه، على اساس ان انت تدري ان في بعض الدراسات تمنعنا ان في بعض المناطق ان احنا نجيس في لها مثل ما تقول خصوصيه بيئيه، فيها يعني في امكانيه ان تكون حركه الامواج حركه المياه ما تقدر تنزل فيها رمل لان كل يوم تتحرك المياه فيها. فهاي ننتظر احنا الدراسات نستلمها قبل لا نبتدي نخطط، عندنا مواقع مقترحه بس ما نقدر نبتدي قبل ما تعطينا الشركه الاستشاريه مخططاتها وافكارها. ذكرت ان المجالات البلديه هم اللي يمدونكم باحتياجات الشارع البحريني، يعني اذا هو كان يفضل سواء كورنيش او ساحل، لكن هل مثلا اذا كان المجلس البلدي ما قاعد يقوم بدوره على اكمل وجه، فلنفترض هذه الفرضيه، هل انتم بنفسكم ما تتابعون حركه المواطنين هم ايش يحتاجون في هذه المناطق وتنفذونها؟ شوفي نتابع عندنا مواقع على الانستغرام وعلى المواقع البلدية، توصلنا بعض المقترحات وبعض الشكاوي وينزلون مشكورين من سعادة الوزير إلى الوكيلة، جميع المسؤولين ينزلون على أرض الواقع يتلمسون احتياجات المواطنين. في بعض الأحيان نقدر نحلها، في بعض الأحيان مثل ما قلت لك نحتاج دراسات أكبر أن احنا نوصل حق المقترح أو الأفكار اللي احنا نحطها في على أرض الواقع. يعني في أمل أنه يكون في كل مكان في البحرين أو كل منطقة في البحرين في ساحل؟ يعني ما نحن جزيرة يعني. والله إذا أنت بتتكلمين لي على مستوى المحافظات حاليا تقريبا في كل محافظة يمكن عندنا ساحلين. لا بس عاد عندنا محافظات ممتدة، أقصد يعني المناطق. المناطق قد تكون فيها صعوبة على أساس أن توفر الأراضي المناسبة يعني، لكن يعني نتأمل خير في الشركة الاستشارية أنها تعطينا أفكارها خلال الفترة القريبة ونشوف. أنا أعتقد الله يسلمك أن السواحل اللي موجودة حاليا وبالنسبة اللي موجودة اللي تكلمنا عنها صحيح أننا نحتاج شوي زيادة علشان نوصل إلى المعدلات الحضرية المطلوبة صحيح، لكن في الواقع الحالي يمكن البلدية تقدر تركز على جانب الخدمات المضافة اللي موجودة مثل ما تفضلت صحيح، وأعتقد خلال 6 شهور 7 شهور ممكن يصير هذا الشيء صح. اللي الله يسلمك نستفسر عنه الآن، تكلفة المقارنة تكلفة إنشاء ساحل مقارنة بتكلفة إنشاء كورنيش كم؟ من طبعا الكورنيش أغلى أتوقع، الكورنيش بيكون أغلى بالمتر المربع كم الفرق؟ شوف مثلا احنا في عندنا ساحل الدور كانت تكلفته حوالي 350 ألف دينار، ومقارنه مع كورنيش القوس كانت تكلفته 600 تقريبا، نفس المسافه او المساحه تقريبا الدبل يعني المتر المربع تقريبا ازيد، على اساس ان انت بتحط فيها حواجز واسوار وبتحط فيها مماشي بتحط فيها يعني خدمات اكثر من اللي تقدمها حق الساحل الرملي. الآن يعني أنا بس يعني على سبيل الاستذكار يعني الواحد لما يروح عند البحر ويشم ريحة اليود ساعة ذاك المرة كنا نسولف مع دكتورة في وزارة الصحة فتكلم عن انتشار مرض الخمول الغدة الدرقية، أن البحرينيين الآن يحتاجون يشمون يود صح. فزيادة مساحة السواحل الرملية هي ترى لها آثار صحية أيضا صح. غير الآثار طبعا أن الناس تتعلم سباحة وغيرها وتتمارس رياضات مائية، بس ما أعرف هل أيضا عندكم خطة أن تتوفرون ألعاب مائية مثلا، وما تكون فقط على الجانب الرملي يعني داخل البحر، هل تستطيع البلدية أن تكون دي شيء ولا ممكن تأجر وتوفر من خلال قطاع خاص؟ لا الحين اللي موجود على أرض الواقع قطاع خاص هو اللي يوفرها، السكوتر هذه موجودة في ساحل بداية، أعتقد في ساحل المالتية موجود فيها قطاع خاص يستأجر الموقع ويستثمره، تفتح المجال بقى ما تبي تكلل الحكومه هي اللي تقدم بالضبط. لازم بعد يكون في دور حق القطاع الخاص يكون يتحرك يعني ذكرت انت مساء ان انتم تعانون من مشكله في الترويج للسواحل صحيح. واحنا يعني من خلال هاي البرنامج فاتحين لكم الباب ان انتم تروجون للسواحل الموجوده، لان فعلا يعني تينا كميه استفسارات، وحتى احنا كمواطنين ساعات يضيونا ضيوف يبون يروحون بابليك بيتش او ساحل عام ما نقدر نوجههم الوجهه الصحيحه، لان احنا اصلا ما ندري اي ساحل هو فعلا فعال. ذكروا بعض الملاحظات ان عدم نظافه الساحل، عدم وجود حصى او بعض الرواسب البحريه تخلي الواحد يعزف عن الذهاب الى هاي السواحل العامه، يعني هل تقومون بحملات منتظمه عشان تاكدون من سلامه السواحل؟ اي في الوقت الحالي في حملات اعتقد تشوفونها في وسائل الاعلام موجوده، في حملات دورية تقوم بها البلديات المعنية لنظافة سواحلها بالتعاون مع شركات النظافة اللي موجودة والمجتمع، مؤسسات المجتمع ينظمون هذه الحملات بالإضافة إلى شركات النظافة.
الإشكالية مثل ما قلت لك الترويج حق ذي المناطق نحتاج يكون في دور للإعلام نفسه إن الناس يعرفون وين مواقع السواحل اللي نفسها. الحين المشتهر بس اللي عندنا احنا ساحل مراسي الكل صحيح. الكل يروحها فصير عليه ضغط زحمة وضغط ضغط في ذي المكان. هو مبهب في ساحل مراسي ولا اللي توافر الخدمات الإضافية مثل ما تفضلت؟ مثل ما قلت لك أنا في خدمات إضافية موجودة فيها وهبة وعلى أساس أن الناس كلهم يشوفون يعني الكل يروح ذي المكان فيروحونه. كم تقريبا العمق اللي يقدر الإنسان يسبح فيه في ساحل مراسي؟ يعني في بعض السواحل الأخرى الأرضية خامق شوي أيه. سموح العامة بعضها خامق ذي إذا في نوعية من الشسم الأملاح اللي تتجمع مع حركة المياه نعم. هاي الخامق اللي نتكلم عنه يحتاج إلى صيانة دورية وتحريك الشسم أساس كذي لأن يكون طريقة تنفيذها ما كانت مدروسة عن حركة المياه وحركة الجسم. في ساحل البنية نحط إحنا حواجز على أساس نقلل الأمواج. الأمواج اللي اللي تجذب ذي الخمر. وساحل مراسي كم العمق اللي يقدر يسبح فيه الشخص؟ ما أعرف بس لكن تصور لي يمكن حوالي 30 أو 35 متر يعني ممكن يروح داخل. أي. أنت الحين الله يحفظك بينت لنا بشكل واضح جدا أن البحرين فيها سواحل وسواحل عامة وسواحل خاصة ويقدر الواحد هني ولكن المعوقات النواقص اللي تحتاجها هذه المناطق السواحل دي ممكن تضاف لها ويصير وضعها بشكل أفضل. صحيح. أنا هل رأيك الآن أعتقد تذكر تجربة ساحل المالكية شلون الأهالي يشتغلون واشتغلوا على الساحل دي. هل ممكن تكرار تجربة ساحل المالكية مرة ثانية؟ والله أنا أعتقد تجربة الساحل المالكية رائدة بالنسبة حق المواطن البحريني اللي قاعد يمد يده إنه يخدم الساحل ماله أو منطقته نفسها. نحتاج ذي الوعي عند المواطنين إن ذي الساحل ملكه هو إنه هو لازم يحط يده فيه ويخدم على أساس إنه يوصل حق الهدف اللي يبغيه. لكن إذا اعتبر إن ذي ملك شخص ثاني أو ملك الحكومة أو ملك أي شيء فتحصله أي ويعني يسيء حق المكان. في واحد من المجالس البلدية أظن استعراضنا الأولى هذه الشغلة قبل كم يوم اللي أعتقد قالوا بيفرضون رسوم على استخدام الله يعز السامعين دورات المياه وغيره. أنا ترى مع المقترح إذا بتم الدورة نظيفة وبيستفيد منها كلش مو غلط وبيحس إن فيها استخدام وفيها رسوم معينة موجودة في وايد دول من العالم. هل في مشاريع مستقبلية في السواحل تتكلم عنها؟ والله احنا عندنا مشاريع في المماشي موجوده عندنا. السواحل ننتظر دراسه الشركه الاستشاريه الفرنسيه هم واقفين على اساس ان هم قاعدين يتعمقون في الدراسه مالتهم بيعطونا شيء فني اكثر من اللي احنا موجود عندنا على اساس ان نبني عليه المستقبل. متى راح تنتهي هذه الدراسه؟ اتوقع خلال سنه واحده يعني عقب سنه نقدر نقعد معاكم قاعده ثانيه ونحدد فيها المشاريع المستقبليه للسواحل باذن الله ان شاء الله. زين سؤال يعني يدور في بال كل بحريني احنا على طول نتشكى وتعرف شعب البحريني طموح يعني صحيح. على طول يطلب المزيد كل يقول احنا انا عايش في جزيره لكن ما التمس ان في ساحل. انتم اذا توصل لكم هاي التعليقات شلون تكون ردة فعلكم؟ والله شوفي احنا نتمنى ان نوصل حق المواطن ونوصل له هذه المعلومه ان السواحل موجوده. توجيهات صاحب السمو الملك الامير خليفه بن سلمان انه وصلوا كل الخدمات للمواطنين وصلوا لهم يعني ان تكون عنده متوافره في كل منطقه. الاشكاليه مثل ما قلت لك الحين احنا نحتاج في البلديات ان احنا نروج حق سواحلنا. نقيم فيه فعاليات نجذب فيه الناس. يمكن ذي الفتره الحين شتويه لكن في بدايه موسم الصيف اعتقد ان احنا نحتاج ان احنا نحط خطه حق الترويج حق المكان. بعد توفير الخدمات الاساسيه اللي موجوده فيه اضافه يعني حق من هو اقرب كورنيش ممكن يتحول خلينا نبشر للناس خلي يستعدون يروحون من الحين يقولون يشوون لا. اقرب كورنيش في ظنك ممكن يتحول الى ساحل رملي يعني ساحل بحري مثلا ممكن يتحول لا شوف الحين الجاهزه اللي عندنا ساحل بداية اي جدا ممتاز والخدمات اللي فيه زينه ساحل مو كورنيش ساحل رملي اي لا اقصد اذا كورنيش ممكن يضاف لساحل يعني يصير اثنين في واحد لا الحين احنا اغلب الكورنيشات اللي موجوده عندنا اقول لك المياه فيه عميقه توفير الساحل الرملي قد يتكلف يعني انا اعتقد الله يسلمك ان احنا نحتاج الى تجربه يعني مع كل التقدير والاحترام للمجالس البلديه كلها لكن تجربه موجوده في نيوزيلندا ان العضو البلدي المسؤول عن المنطقه لما يعني يحتاج ان يشكل لجنه من المواطنين مثل التجربه اللي صارت عندنا في المالكيه صح
يكون هو مع لجنة من المواطنين، هم نفسهم يساهمون في تخطيط الساحل، يحطون احتياجاتهم، يحطون كذا، علشان نحقق رضا أعلى من المتعاملين والمواطنين والمقيمين مع خدمات البلدية، وما يصير في نوع من أنواع الفجوة. هاي الفجوة اللي تصير الله يحفظك هي سبب ساعات السخط صحيح، إن المواطن ما توصل له الفكرة بشكل صحيح صح، ويستمر التذمر عنده، أو حتى توفير الخدمات ما يكون حسب الرغبة اللي هو يتمناها أو اللي يبغيها. يعني مثل ما قلت، أعتقد الفكرة اللي تكلمت عنها فكرة رائعة، يعني لو تحاول تتعمم أو تطبق في مكان ثاني ممكن تخدم أزيد حق المواطنين. السواحل العميقة مثل الحين ساحل الغوص مثلا، ما يمكن تضيف له أنت مثلا ألعاب مائية ويستخدم ولا خطرة؟ لا، شوف، الألعاب المائية ممكن أن تكون فيها خطورة في ذي العمق والدوامات بالذات اللي تحت الجسور نفسها، أعتقد يحتاج لها شوي أمان أكثر، يعني تكون شركة متخصصة اللي تمسك المكان نفسه. يعني هذه الشركة اللي راح تعطيكم وين السواحل راح تكون في البحرين، هل راح تعطيكم حلول حق مثل هذه المشاكل؟ نتوقع أن تكون الدراسة متكاملة فيها كل الأفكار وكل الخطط اللي نحتاجها وياهم. شكرا جزيلا استاذ ابراهيم. الاداره الحاليه للبلديات تعمل بجد واجتهاد، ونتمنى نشوف تصحيح الاتجاه حسب رغبات الناس على يدهم، ومن المهم ان ندرك ان تحقيق رضا الناس ليس غايه لا تدرك، لكن هي اسلوب يحتاج ان احنا نتعلمه. تحقيق رضا الناس يحتاج الى استشعار حق حاجاتهم ورغباتهم. تحقيق رضا الناس ما يحتاج مسؤول يخطط اللي في باله بس، يحتاج مسؤول ينزل للناس ويسألهم شنو اللي في بالكم ويحقق لهم. مشكور. الله يعني. من كم أسبوع الصحف تداولت خبر يقول أن في محادثة قامت فيها فتاة من خلال سناب شات في إحدى الدول الخليجية تسببت في طلاقها من زوجها بعد ساعتين بس من الزواج، لأن الزوج كان مشترط عليها أنها ما تستخدم أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الأخت الله يحفظها ما التزمت الشرط أبداً، وقامت وطرشت صور العرس حق صديقاتها. طبعا عصب الزوج عقب ما عرف، عقب ساعتين وطلقها. الحفل الزواج للاسف تحول الى كابوس حق اهالي العروس اللي احنا مستغربين منه. يعني هل يعقل ان السوشيال ميديا صارت مصدر لخراب البيوت؟ يعني هي المفروض تواصل، وسائل تواصل، صارت وسائل تدمير حياه اسر. واكيد الكل يشوف ان السوشيال ميديا اليوم اشغلت الزوج عن زوجته، وخلت الزوجات يلهون عن ازواجهم والقسمة الأسر والعيال، وصار الموضوع يضايق ولازم نوقف عنده. إبراهيم، لا يصير مواقع التواصل الاجتماعي يكون مواقع تواصل متفرق، لأن الحين في زواجات تتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم أول شيء ممكن اللي بيخطب تعرف فيه مثلاً على اللي بيخطبها ممكن يسويها فولو في إنستغرام، أو ممكن يسويها في فيسبوك او في تويتر. ما يطلب صورته الحين، ما حتى لو طلب موجود، يعني موجود على الانستغرام، ما بتعطي صوره. صار من 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 ادوات التعارف اصلا في جروب، يمكن في الواتساب، في صوره الواتساب، حتى لو في خطابين وخطابات في الانستغرام والفيسبوك وتويتر. قبل ما كان كتالوج، يجب تفضل اختاروا عندها المواصفات، الحين لا، الحين هاي الكتالوج نفسه في الانستغرام. فصاروا مثل ما قاموا يفرقون، بعد قاموا يجمعون، وفروا ورق. بس إبراهيم بدأ متذكر من أيام الماسنجر، أي وأيام المنتديات، وأيام يعني هما قبل كان مجرد شاشة كمبيوتر، الحين شيء صار أصغر. هم استثمروا الوسائل في الزواج. في عندنا تقرير عن خطاب، مو خطابة، ريال، خطاب ريال على الانستغرام، خلنا نتابعه مع المشاهدين ونرجع.
الحين بعد تطورت أكثر عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الواتساب، عن طريق الانستغرام وغيره. يعني طرش المعلومات لنا وعلى ضوءها احنا نشوف يعني الريال اللي يناسب البنت والبنت اللي تناسب الريال فنوفق من بينهم. لذلك يعطون معلومات مغلوطة. الرجل عمره 50 تجي تقول حق البنية 40، ليش؟ كل يمكن تقبل به. المهم إنه هو ما أعطاه مبلغ، قال لي إذا يبتي لي بنية بهالسن ما أعطيش مبلغ وقدره كذا قوي يعني المبلغ. فهي تحاول ويا البنت بشتى الطرق، تكذب عليها لو يعني أي إن كان بس علشان تأخذ هذا المبلغ. يعني أنا أذكر واحدة طلبت على واحد خليجي من عائلة عودة 1600 دينار، حق شخص واحد وعطاها 1600 دينار. ولو نزلنا وشفنا المواقع مال هذه تشوفين عجب، واحدة حاطة مثلا زواج مسيار، حاطة لها 4 زيجات، الزواج الأول مسيار نت ومسيار وزواج عادي وزواج على كتاب الله صلى الله عليه وسلم، 4 أنواع من الزواجات، وهي زواج واحد. الشرع يجوز أن الإنسان يخطب حق بنته أو يخطب حق نفسه. سيدنا عمر رضي الله عنه خطب حق بنته حفصة وحق فلان فلان، بعدين خذها الرسول. قضية مهمة وباتت تأرق كثير من أولياء الأمور الآن، يعني أخاف على بنتي، لأن الآن وهي في البيت عندها كل شيء، تقدر تشعل على أي موقف، تقدر على أي شيء، ولا يقدر يعني الأبو يعني يضبطها في ذي القضية. ذلك القضية تأرق، فلازم نحن نحط شيء يعني مكان معين يتجه له ولي الأمر، ويقول حق بناته أو أولاده اتجهوا حق ذي المكان. اللي شفناه الحين هاي يعتبر جزء بسيط من اللي يصير في مواقع التواصل الاجتماعي، في زواج، تعارف، في غيره من المسميات. في ناس تستغل للأسف هاي الوسائل، للأسف للأسف، في الحرام، أو بعضهم يقول لك كسب مادي. احنا ما بنظلم ناس، في ناس عندها نية صافية من أجل الزواج، لكن احنا شلون نقدر نعرف الصاج من الكذاب؟ وهل صار هالشخص بسهولة يعني يعرض نفسه لهاي الوسائل ويقدر يحصل شريك أو شريكة حياة؟ والسؤال الأهم دي كله، هل هالجانب شرعي وقانوني من ناحية أن الزواج وطلاق ومن خلال وسائل التواصل؟ يعني الأول كانوا يتزوجون من خلال المقاولين، بعد يطرشون من خلال سفينة وغيره. عموما هالموضوع معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ القاضي حمد الفضل الدوسري، رئيس المحكمة الكبرى الشرعية. مساك الله بالخير والنور والسرور. مساك الله بالخير والسعادة والرضا، عسى الله سبحانه وتعالى يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوم، تفرقنا بعده تفرق معصوم، سبحانه وتعالى يعيننا على أن نوصل المعلومة اليوم بعد هذا التقرير اللي طلع اليوم للسادة المشاهدين، وربما يكون فعلا في أخذ ورد. فضيلة الشيخ، احنا يعني في مجال مثلا الدلالة على العقارات كنا متعودين أن هذه المهنة للرجال، ومؤخرا خلوا فيها مجموعة من النساء وما فيها عيب، يعني حتى اجتماعيا اعتقد المجتمع تقبلها.
لكن المجال الخطابة متعودين فيها أن الخطابة نعم ليس الخطابة الخطابة نعم. تفرق متعودين أنه مرة نعم مرة يروحون لها الناس توصف لهم البنات صحيح لكن هل يجوز شرعا أن الرجال يمتهنها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. مسألة أن تخطب لبنتك أصلا كان هذه شرع ودين يقوم به كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابي أن يذهب أمر بلال أن يتزوج إحدى البنات من عائلة معروفة من الأنصار فلما دخل ومن كان اللي خطب واختار النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلوا قصة طويلة فيها لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار على هذا الزواج وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حالات في السيرة النبوية ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لفلان فلانة أو أمر فلان أن يذهب لبيت فلان ليخطب ابنتهم وهذا شعار حمله النبي صلى الله عليه وسلم لكن العرف ابتعد عن ذي الأمر فترة طويلة والآن أخونا شفيق الكواري الله يحفظه ومجموعة من الجمعيات اللي اليوم تتكاتف اللي هدف سامي ربما الوصف اللي قد يصل إليه الناس في مخيلتهم أن كيف ريال سيذهب إلى رجل يقول له ترى عندي لك واحدة بهالمواصفات الفلانية ويفصل في المواصفات قد هذا لا يحصل لكن في المجمل أنا أبي والله جامعية أبي متعلمة أبي كذا أبي كذا ففي مواصفات عامة يتكلم فيها وبعدين سبحان الله الله سبحانه وتعالى يؤلف بين القلوب إذا وجدت المواصفات العامة وعليه فالتقرير اللي شفناه حقيقة هو جزء من ما يحصل اليوم من تحرك إيجابي في المجتمع تحرك يبني تحرك يوصل إلى بفضل الله عز وجل أسرة مستقرة مع أشخاص أمناء يصلون بالمعلومة الصحيحة للشخص الصحيح ويوفقون بين الأطراف وبين العائلتين وبين الفردين حتى يصلوا إلى توافق ينشئ أسرة قوية أنا حقيقة ما أسوق للأخ الشفيق الله يحفظه لكن أنا جربت حقيقة شخصين وبفضل الله عز وجل توفقوا معه نعم. وكانت الزيجات مستقرة بفضل الله عز وجل واليوم بفضل الله يذكرون يمكن أكيد شافوا حين عندهم عيال الله يبارك شافوا وعرفوا وكثير من الناس اللي تدعي له بالخير وتدعي حق أمثاله ممن يسعون إلى سد حاجة الناس بالطريقة الشريفة الطريقة اللي تتوافق مع عرافنا ومجتمعنا وإسلامنا وديننا فضلت الشيخ كم واحد مثل الأخ شفيق موثوق ونقدر والناس تقدر تثق فيه نعم شلون نقدر نقيس الثقة؟ وهاي هو السؤال الأهم لأن للأسف هذه الوظيفة البعض استغلها يعني أنا قريت في بعض المواقع في الخليج مو في البحرين يقول لك تحولوا إلى ميليشيات هدفهم مص دماء الناس فلوسهم يأخذونه إحنا شلون نقدر نعزز الثقة في أشخاص موثوقين؟ الثقة أخي الكريم تأتي من باب أن يتواصل هؤلاء الأشخاص مع جمعيات معتمدة و لها قانون ينظمها البلد أما أني أنا كبنت أسلم نفسي ومعلوماتي لجهة مجهولة عبر وسائل التواصل أو عبر أفراد يعملون في هذا المجال فهذا شيء إحنا ما ننصح به ولا ينصح به عاقل اليوم إحنا نتكلم عن أن الناس وصلت إلى مرحلة الثقافة التي توصلها إلى أن تعرف الشخص ذات الجهة المشبوهة الأشخاص ذات الجهة المشبوهة من الأشخاص ذات الجهة اللي فعلا موثوقة ومصرحة من البلد أن تعمل في خدمة الأسرة في خدمة المجتمع في خدمة التثقيف العام اللي احنا طالبينه ومن ضمنه عندهم لجان تعمل في هذا المجال كذلك المسجد اليوم المسجد ترى بعض المساجد وأئمة المساجد يقومون بهذا الدور مع زوجاتهم في التوفيق بين أفراد الرجال والنساء في الحي بين العوائل المعروفة في الحي وهذا ترى فعل إيجابي احنا نريده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مسجده يوفق بين الزوجين في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي حوادث كثيرة وردت في السيرة لا يتسع المقام لذكرها لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن بالفعل من يثق في الجمعيات الموجودة المصرحة من يثق في أئمة المساجد الموجودين كلها جهات فعلا تؤدي إلى الخير أما العكس
أفتح المجال واسع أمام وسائل التواصل لأعرض نفسي كزوج أو أعرض نفسي كزوجة، أتوقع هذا شيء أنا ما أيده أبدا، لأن هذا الشيء يؤدي إلى استغلال كما تفضلت، صحيح. يؤدي إلى نشوء عصابات، يؤدي إلى هتك أعراض اللي وصلت إلينا بعض الأمور وبعض أسرار بيوت بالضبط، وتطلع فيها أسرار بيوت، تطلع فيها صور للأسف لبعض الأخوات اللي حست بجدية من طرف معين وبعدين يحصل الابتزاز من بعدها. فأنا ما أنصح حقيقة أن تسلم أخت نفسها لمثل هذه الوسائل لأجل أن تصل إلى زوج. أنا أقول أن هناك قنوات طيبة ومباركة وسليمة، هناك مواقع موجودة ومأمونة. وأذكرنا مجموعة من الجمعيات قامت بإعداد مواقع إلكترونية آمنة فيها قسم الرجال فيها قسم النساء. إحنا مرينا بتجربة في الدمام لمركز العناية بالأسرة، وهو مركز ترعاه إمارة المنطقة الشرقية، عندهم مكتب متكامل لاستقبال الحالات في طلب الزواج للذكور وللإناث، وعندهم دراسات في التوفيق بينهم، وعندهم دراسة أخرى أو قسم آخر يهتم بمن يريد الثانية، يقولون له ليش أنت تبي الثانية، ويدرسون حالته النفسية والاجتماعية ويروحون يصلحون بينه وبين زوجته. تجربة رائدة جدا جدا، أنا حقيقة استمتعت بهذه التجربة وعرضت على كثير من الجمعيات في البحرين، وعندهم قصص نجاح وزيجات مستمرة جدا، بل تجاوزوا أن يعني يصلوا إلى مرحلة إنجاز في مسألة تخفيض مسألة الطلاق، لأجل أن هناك توافق كبير وهناك رغبة كبيرة في أن يحصل الرجل على من يريد والمرأة تحصل على من تريد في المواصفات. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، بدأوا في مسألة العوانس ومعالجة الزيجة الثانية والثالثة والرابعة، تخيل، وهم في هذا المركز، يعني ساهموا في التعدد جدا، وعندهم مجال مفتوح وشيء مرتب ومنظم ترعاه الدولة. نعم، وبالتالي هذا خبر زين حق النساء وللرجال، يعني والله للاثنين، هذا شرع. نعم، والشرع يعني مدام الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر شرعا ودينا يلتزم به الجميع. نعم، ويحفظ الجميع حق الآخر. كما ذكرت لك، هم لما يطلب الرجل الزواج بالثانية طبعا هم دائما يحولون على الباحث الاجتماعي ليفحص حالته. أي، هل الرجل عنده مشكلة مع الأولى؟ يروحون يحلونها، تخيل. فهم يساهمون في استقرار الأسرة، استقرار الأسرة ابتداء. ثانيا، لو ما وجدوا شيء، وجدوا الأسرة كل شيء، الأسرة الأولى محفوظة حقوق المرأة فيها والأبناء، وموفر لهم كل سبل الراحة والعيش، ينتقلون معه بالزواج إلى الثانية. وذي الشيء يعني حقيقة كمركز اليوم متكامل موجود، يعني ومقتدر أيضا بالضبط. يعني هم يفحصون حالته بشكل متكامل ويقولوا له ترى أنت نجحت أو رسبت حتى. وردونا يقولوا ترى أنت شخص لا يصلح لك أن تتزوج الثانية. نعم، أو أنت تحتاج أن تستقر مع الأولى وتكمل مشوار حياتك معها، لأن في نواقص ابتدائية أصلا ما أديتها ولا حققتها. نعم، فأنت مراقب أمام الله ومحاسب أن تعدل في الأولى أصلا قبل. نعم، أن تأخذ الثانية. ففي توجيه شديد، فيه مراقبة، فيه متابعة لمركز كبير جدا، والآن أظن نسخت التجربة في عدة مناطق. إحنا اليوم محتاجين في البحرين، مع توجه صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد الله يحفظها سمو الأميرة سبيكة، التي تسعى جاهدة حقيقة، وأنا رأيت ذلك في المؤتمر الأخير كيف غمرتها الفرحة وكيف غمرتها السعادة يوم رأت المرأة القانونية العدلية وهي تنهض بإحقاق الحقوق القانونية للأسرة والمرأة. وجلالة الملك توج هذا المؤتمر جزا الله خير عنا وعن كل أسرة في البحرين بأن ينشأ مركز متكامل للمحاكم الشرعية. نعم، وهذا المركز الذي سيخدم الأسرة خدمة متكاملة، ما يحتاجون إلى تثقيف متكاملة. إحنا اليوم ودنا نأسس مثل هذه المراكز، وإن كانت هذه محاكم شرعية تنتهي إليها المشاكل. نعم، إحنا اليوم ودنا نعزز الصف الأول والثاني والثالث. صحيح، وزير العدل مشكورا تعاون مع وزير التنمية الاجتماعية. نعم، والعمل بأن يفعل المراكز الموجودة في البحرين. أي، كمراكز تدريب، مراكز حكومية ولا أهلية؟ أهلية، أهلية. يتعاون معها كحكومة، تتعاون مع المراكز الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تثقيف المجتمع. نعم، في حل المشاكل. حقيقة تعاقدوا أظن مع 50 مركز حاليا حسب ذاكرتي. نعم، في المؤتمر أعلن هذا الشيء، وكانت هاي بادرة إيجابية جدا. نعم،
احنا كما اسسنا مركز جديد للمحاكم الشرعيه ثم مركز توفيق اسري اسس بمرسوم ملكي جزاه الله خير جلاله الملك ان لا تعرض القضايا على الاسره قبل الا تمر في هذا المركز ويكون هناك فريق اصلاح للمشكله. نحن اليوم في صف ابتدائي هو المراكز التي ستدرب وتهيئ المقبلين على الزواج كي فعلا يختار الزوجة باختيار صحيح سليم مناسب. العمل متكامل كله بهدف تحقيق استقرار للأسرة. بالضبط. ليش الأسرة؟ الأسرة هي أساس المجتمع. صحيح. وهي ركن أساسي في المجتمع العالي استقرار المجتمع من استقرار الأسرة. بالضبط. فضيلة الشيخ حمد الفضل الدوسري رئيس المحكمة الكبرى الشرعية، ألف شكر على هاي التوضيح وألف شكر على جهودكم. الله يبارك فيك وجزاكم الخير على هالاستضافة، وإحنا حقيقة نثني على الجهود التي تدعم الأسرة وتدعم كيان هذا هذه اللبنة التي إذا قوت قوي المجتمع كله وإذا ضعفت ضعف المجتمع كله. شكرا جزيلا. شكرا سارة، عندك الجانب القانوني والشيخ القانوني مع الدكتورة وفاء جناحي. أي نعم، شكرا لك إبراهيم وشكرا للقاضي الشيخ حمد الفضل الدوسري. دكتورة وفاء جناحي معنا، أستاذ مساعد في القانون بكلية الحقوق في جامعة البحرين، بنتكلم عن الشق القانوني في الطلاق. يمكن تكلموا الشيخ حمد وإبراهيم في جزء الزواج، راح نتكلم في جزء الطلاق في مواقع التواصل الاجتماعي. سؤال، إذا شخص أرسل عبر الواتساب أو رسالة نصية أو عبر رسالة في إنستغرام أو سناب شات يعني كلمة أنا آسفة أنت طالق لزوجته، فهل يقع الطلاق قانونا؟ طبعا أول شيء مسي على جميع المشاهدين. طبعا بالنسبة حق القانون، لأن أنا مختصاصة الشريعة الإسلامية وإنما راح أتكلم عن النصوص القانونية اليوم اللي تطبق. المادة 84 من قانون أحكام الأسرة تنص على أنه يقع الطلاق باللفظ الصريح عرفا، يعني اللي احنا تعرفنا عليه أنت طالق روحي بيتكم، أو بالكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، وهني أتكلم عن الشخص اللي عنده إعاقة معينة. فلما نرجع حق القانون نفهم أن يقع الطلاق باللفظ الصريح، يعني إذا تلفظها الزوج سواء وجها لوجه أمام الزوجة أو عبر اللي هو وسائل الاتصال المعروفة اللي هي التليفون، قال لها اتصل فيها وقال لها أنت طالق، أو عبر اللي هو الماسنجر أو غيره. في هاي الحالة طبعا الطلاق يقع باللفظ الصريح سواء كانت في وجود الزوجة أو في عدم وجودها أو عدم حضور الزوجة، يعني سواء طلقها هو اليوم أمام أهله أو أمام أهلها أمام الأبناء حتى لو ما كانت موجودة، فمعناته أن الطلاق يقع وفق القانون. بالنسبة يعني يحق للزوجة بعدين تروح ترفع قضية إثبات للطلاق أنه طلقني عبر تطبيق أو عبر أي شيء من مواقع التواصل الاجتماعي. طيب إذا أنكر الزوج؟ طبعا إحنا الحين أمام وسيلة الإثبات، أنا بس تكلمت لك عن موضوع اللفظ. صح. الحين خليني حق الكتابة، لما طبعا القانون قال ويقع الطلاق بالكتابة، إحنا الكتابة المعروفة لما الزوج يكتب خط يده يا فلانة أنت طالق، يكتب لها رسالة ويهدها في البيت، هذه على أيام قبل. طبعا تطورت الحياة وتطورت وسائل التواصل سواء كانت وسائل التواصل الإلكترونية وغيرها. فبالنسبة حق اللي يكتب بخط يده فمعروف أنه هو اللي كاتبها، لأنه ممكن أن يجيب اللي هو يعني خبير ويتأكد من الخط. فهني إذا كانت بإرادة الكاملة يعني ما كان مكره على أنه هو يطلق فيقع الطلاق. أما بالنسبة حق الرسائل الإلكترونية المعروفة اللي هي حالياً المسج اللي طرش عبر التلفون أو الواتساب أو عندنا الحين بعد سناب شات وغيرها التطبيقات المعروفة في الأبل، ففي هالحالة يعني اختلف الفقهاء الأمانة. الراجح بين العلماء والقضاء أن الطلاق سوف يقع إذا أقر الزوج، يعني إذا جاء الزوج وقال اليوم أن أنا فعلا كتبت الرسالة سوف يقع الطلاق. لكن إذا جاء الزوج قال لا ما كتبت أنا هذه الرسالة، هل فيها قانون دكتورة ولا هو يخضع للتقدير؟ طبعا هني يخضع لتقدير السلطة التقديرية للقاضي، بس على الأرجح أنه يقع بالكتابة، يقع بالكتابة بشرط أن يقر الزوج، لأن إحنا في نهاية المطاف مثل ما قال فضيلة الشيخ أن إحنا في النهاية يعني القاضي في نهاية المطاف يبي يحافظ على بقاء الأسرة،
يعني بيحافظ على يعني بقائها دون تفريقها. فاحنا كمجتمع اكيد في توجه المحافظه على استقرار الاسره. اذا الزوج قال والله انا ما اقريت وتراجع فهني يعني لن تحسب له طلقه. اذا اقر انه هو طلق مثل ما قلت لك راح تحسب. ليش احنا ما نحسبها طلقه؟ يعني اذا ما اقر وما عندنا دليل اثباتي، وليات الزوجه اليوم قالت انه هو طرش لي سناب شات وقال لي انت طالق. تعرفون انتوا طريقه السناب شات تختفي، ما تقدرين تثبتين فيها. اذا ما كان عندك شهود شافوه معك او ما كان عندك تسجيل صوتي له، فبالتالي صعب الاثبات. فهني احنا يعني حتى امام وسائل اليوم التواصل الاجتماعي فيها نوع من الفبركات. فقال يعني طبعا المشرع في التعاملات الثانيه ما ياخذون وايد بهاي الامور لانها فيها نوع من التحايل. يعني اليوم واحد هاكر يدش على الايميل يطرش ايميل حق الزوجه يقول لها والله انت طالق، يبي يخرب بين الزوج وزوجته. إذا هي وأقر بالطلاق قال والله أنا كنت غضبان أو كان في وضع فاقد لوعيه أو فاقد لعقله، شلون يتم حل هذا النزاع؟ طبعاً الجميل أن القانون وضع شروط للمطلق، قال يعني من شروط المطلق أن يكون أول شيء أن يكون العقل يعني عاقل، العقل والتمييز والاختيار. ويعتبر اللي هو ولا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ولا الشخص اللي فاقد التمييز مثل القضبان والسكران أو من في حكمهم. فاليوم لو يا شخص قال والله أنا يعني أو قال والله أنا أقريت، أنا صدق فعلا طرشت هذه الرسالة، ولكن أنا كنت وقتها معصب أو في حالة غضب. ففي هالحالة القانون يقول لا يقع طلاق القضبان إذا كان فعلا وقتها فاقد التمييز، يعني ما يقدر يميز. يعني دائما احنا نقول لا يميز بين الجد والهزل، يعني درجة من القضب. شو ممكن يقيم هالشيء؟ طبعا هو ما في معيار طبي يقيم مثلا ايش كثر استغرق القضب ولا درجته ولا مستواه، ولكن هو إذا كان يبي يثبت هذا الشيء، إذا كان يعاني من مرض ويأخذ مثلاً حبوب، يعني مراجع الطب النفسي، ففي هالحالة يكون سهل الإثبات. ولكن في الأحوال الثانية إذا جاء أمام القاضي وقال له والله أنا قضبان، فيعني المفروض إنه يعني في ناس يشهدون إنه هو فعلاً إذا عصب هذا الإنسان يفقد التمييز. يجب أن يكون هناك يعني أن الشخص يبلغ من القضب مبلغا لا يدري معه ما يقول أو يفعل. ففي هالحالة يقع يعني لا يقع الطلاق. ولكن لو كان قضب عادي والزوجة تعرف ترى يعني إذا كان هو يعني إذا كان يعني طلقها من قبل وثاني مرة وكل مرة يقول أنا قضبان، فأهني يعني المفروض ما يعني القاضي ما نقدر نقول إن هي وصلت لمرحلة الظاهرة اللي تحتاج إنه يكون في قانون خاص بمسألة الطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا القانون الحين حتى لو خضع للمسألة التقديرية للقاضي ممكن يكون كفاية؟ رأيك الشخصي؟ هو أكيد القاضي في نهاية المطاف له سلطة تقديرية في تقدير الأمور، وخاصة لما يشوف أن بقاء الأسرة أفضل. ولكن بالنسبة لي أشوف أنه يعني إحنا أساس بعد ما نخلي الأزواج في يدهم اللي هو الأمور، كسعة بيقولها أنت طالق وعقب يقولها ما تنحسب، كسعة بيقولها هاي شيء يجرح أيضا المرأة. فأن تحل يفضل أن تحل، يعني تقنن هذه الأحكام في نصوص قانونية بحيث أنه يعني الواحد يحذر منها. دكتورة هاي النوع من الطلاق هو يعني طلاق خارج المحاكم، يعني هما ما راحوا وقالوا عند القاضي وفي المحكمة وقالوا والله احنا نبي نطلق، شيء يقع خارج يعني ساحة المحاكم. شلون ممكن المرأة تحفظ حقها في حال في مثل هالحالات هذه؟ طبعا الاصل ان الطلاق يقع داخل ساحات المحاكم، لان لازم اليوم المراه والرجل يثبتون هذا الطلاق بالاوراق الرسميه، اصلا يحفظ حق المراه من تبعات اللي هو النفقه والحضانه وغيره. فالافضل اللي بيطلق يروح عن طريق المحاكم انه هو يتلفظ بلفظ الطلاق امام القاضي. لكن اللي صاير الحين اللي اذا صار الطلاق عبر هذه الوسائل او في البيت وغيره، فاحنا امام اللي هو الطلاق خارج نطاق المحاكم. لاثباته امام القاضي لا يجب ان يقر الزوج يقول والله انا فعلا طلقت، او بالبينه. ونقصد بالبينه هني الشهاده، يعني تجيبين شخص والله تشهدين انه هو فعلا انا اليوم لنفرض ان زوجي جات عندي وقالت ان زوجي طلقني، فعشان قلت لها وين الاثبات؟ هو ما يبي يقر، قالوا انا ما طلقت، وهي لازم تنحسب طلقة، لأن تعرفين أحياناً في الشرع يعني ما تحل الزوجة. فبالتالي إذا يابت أحد الشهود من عندها ففي هالحالة راحت أمام القاضي، ممكن تثبت اللي هو الطلاق،
وممكن أن يكون عن طريق ورقة رسمية من قبل المحاكم. يعني دكتور احنا مثل ما قلنا من شوي نتمنى ان مثل هذه الاشياء تقنن عن لا يعبث فيها احد، او ممكن يحاول يقلل من شان المراه وكرامتها، او حتى يحاول انه هو يظلمها، وفي نفس الوقت ايضا المراه ما تقدر تستغلها، يعني كل كلمه والثانيه يعني صارت مشكله وايد عوده. شنو تنصحين الازواج هالأيام خاصة من الناحية القانونية في مسألة الزواج والطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني أنا ودي أقول لهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، فما فيها قشمرة. فيعني أعتقد أن اليوم لازم الرجل يعي، خاصة الشباب الصغار، أن ترى احيانا تنحسب الطلقه، واحيانا يندم الشخص على يعني يمكن لفظ قاله وما كان قاصده. ولكن يعني انا اعتقد ان الدورات اليوم التكثيفيه في هذا الموضوع بالذات بحاجه لها المقبلين على الزواج، عشان نبتعد عن اي امور فيها نوع من الشك او عدم الوضوح. مواقع التواصل الاجتماعي هو يمكن عالم افتراضي، لكن يجمع في العالم الواقعي ويفرق في العالم الواقعي وايد اشياء، مثل الطلاق تقع حقيقه، حتى لو كان في يعني يمكن دكتوره مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تلفون صغير في يد الشخص وهو معصب، ممكن يقط كل كلمه كل حرف، وهو غضبان وهو فاقد لوعيه، وهو يعني نتمنى فعلا مثل ما قلتي انه يكون ان الواحد يمسك اعصابه، ان الواحد يعي خطوره هذا الموضوع، يكون حتى مثقف من الناحيه الشرعيه في هذا الموضوع، على اساس ان احنا مثل ما قلتي يعني تتم المحافظه على الاسره وكيان الاسره. في النهايه يعني هذه علاقه ساميه وعلاقه مقدسه، علاقه الزوج والزوجه، وإذا صار في أطفال نواة المجتمع، وإذا في أطفال الموضوع يصير أخطر من كذي بوايد. دكتور وفاء جناحي، أستاذ مساعد في القانون كلية الحقوق بجامعة البحرين، شكرا لك. وننتقل لزميلتنا لولوة. مساكم الله بالخير والسرور أعزائي المشاهدين مرة ثانية في نهاية حلقتنا، وقبل لا نختمها أكيد لأن رأيكم لا صدى كبير عندنا، ولأنه برنامج الرأي وإحنا نستمد كل الآراء منكم أولا وأخيرا، خلنا نستعرض معاكم رأيكم من خلال تغريداتكم. أول تغريدة معنا برنامج الرأي شيء مشرف وفخر لكل بحريني، حصول 8 من أبنائنا بجوائز من الدرجة الأولى بدولة الإمارات، هذا يدل على وعي وتحضر أبناء مملكتنا الغالية، وإحنا نقول لنا هما 10 مو 8، وإحنا الخطأ مننا ذكرنا أنهما 8 أشخاص. التويتة الثانية هي: القطار الخليجي وسيلة لتحقيق الاتحاد الخليجي وإنعاش للسياحة العائلية والاقتصاد وإلى آخره. التويتة اللي عقبها: برنامج الرأي السواحل تحتاج إلى استمرار في المتابعة والصيانة الدورية، فكثير من السواحل والمنتزهات يتعذر الاستفادة منها بسبب الممارسات الخاطئة. كنتوا معنا لمدة ساعة ونص، قضيناها معاكم في مواضيع متنوعة، نتمنى نشوفكم يوم الأحد وتصبحون على خير.